السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم حبيبي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم. الله بارك لكم شهر رمضان الكريم. مبارك علينا. هذا الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والجبن والبركات. إلهي آمين علينا وعليكم. أجعل هذه الأمة كلها برأية في العام الغالب إن شاء الله. إن شاء الله. أخ عبد العزيز، ما هي أسباب تشيعك؟ ما الذي دعاك إلى التشيع؟ والله أصل أسباب متابعة طويلة، يعني فترة طويلة للشيخ الحبيب. باختصار، لأن عندنا من الوقت تقريبا 6 دقائق فقط. باختصار أخي. بعض الكتب يعني وجدتها في السودان. نعم. وبعدين المتابعة الدائمة مع الشيخ الحبيب في الاعتبار في المذاهب المبتدعة. نعم. وبعدين تاني أكذوبة عدالة في الصحابة. نعم. وطبعا عرفت حاجات كثيرة عن الصغيفة والنساء والانقلاب الذي حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة من عمر وأبك لعنه الله. لا نعم. وكل الأحداث حديث الغدير وكل الأحداث إذا سمعت عنها كثيرا ومستعدة أنه بارك الله بك يا عبد العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات لنا ولكم على الصراط المستقيم. جاهز لإعلان التشيع؟ نعم. شيخنا الأخ عبد العزيز عمره 56 عام ما شاء الله. ما شاء الله. تفضل الشيخ معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا الحبيب. الله يوفقك إن شاء الله ويحميك و يثبتك على الإيمان والهدى. والله لك الفضل الكبير في هذه الهداية إن شاء الله. بل الفضل لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، علينا وعليكم. جزاك الله خيرا على بركة الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. سيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. مبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم أجمعين. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. عائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة رضي الله في النار. في النار. صلوا على محمد. الدرك الأسفل من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عنهم. بارك الله بك يا أخانا العزيز. أسأل الله تعالى أن يبلغك الجنة مع محمد وآله الطاهرين عليهم. آمين. وسلم الثبات يا شيخنا الحبيب. ثبتكم الله وإيانا. بارك الله بك. اللهم صل على محمد وآل محمد العزيز. مبروك. شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز. بارك الله بك. نسأل الله الثبات لنا ولكم إن شاء الله. لا ولا يتأمير.